الشنطة جاية علينا. الله يجيلك ويحط عليك يا اللي ما بتفهمش. اهم قعدوا في البيت وبلطوا، هنخرجهم ازاي دول؟ ده مش هيطلعوا ولا بالطبل البلدي. تاكلي يا عمتي؟ انتوا مش هتناموا؟ لا ننام دلوقتي ايه؟ احنا هنصبر نفسنا بلقمه دلوقتي عبال ما يجي احمد ونتعشى سوا. هاتي صبرينا وصبرينا، يلا بسرعه قبل ما تطفح. لسه هتتعشوا؟ البت ايتن دي غل الدنيا فيها، زي ما تكون مش عايزه تشوف حد فينا خالص، طالعه لامها اكيد. وانتي هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هاخد شغلي وخلاص. بعدين مروان ده يبقى ابن صاحب الشركه، اي نعم ايتن بتديرها بس اكيد مش هتمشي كلامها عليه. طيب وميرا ايه اخبارها؟ ميرا واقعه على الواد، تقول له انا عايزه كذا يقول لها حاضر. ميرا دي بنت كويسه وتستاهل كل خير. بقول لكم ايه؟ احنا كل واحده فينا تقبض مرتبها ونروح ندور لنا على شقه. لا لا خلينا قاعدين على قلب سيده شويه. ده انا نسيت، دي مامة سعيد كلمتني عشان لمار وبعد اللي حصل نسيت ان انا اعتذر لها. طب خلاص كلميها دلوقتي. اه فكره. الو استاذ علاء، هو ده مش تليفون المدام؟ لا لا انا اسفه، لا بصراحه هو انا كنت عايزه اعتذر لها عشان ما قدرتش اجي النهارده. خلاص ماشي، متشكره قوي، مع السلامه. ده شكلهم متخانقين، بيقولي انها سابت التليفون في البيت وخرجت. وانتي مالك زعلانه كده ليه؟ بس الاستاذ علاء شخص كويس جدا وقف جنبي وبيهمني انه يكون مبسوط، وبصراحه الست مراته كويسه جدا كمان، ولما وقفت جنبي. ايه هي دي ساكته ليه؟ ايه فصلتي ولا ايه؟ تخيل ان مجدي عنده فشل كلوي. لا حول ولا قوه الا بالله. كانش عايز يقول لي، كان دايما بيقعد يقول لي ان انا لازم احارب المرض ولازم ابقى اقوى من كده ولازم اشتغل، وهو حياته وصحته متدمره. هي الناس كويسه كده، الناس اللي بتحس بالناس كده تلاقيها دايما شايله اكتر بكتير من اي حد وما بتتكلمش، زي بابا كده الله يرحمه. انتوا عارفين انا بقالي كتير قوي ما سمعتش كلمه حلوه من ساعه بابا ما مات. كان دايما بيقول لي اني قمر وست البنات، كنت اسيبه واروح اقف قدام المرايه واقول فين القمر دي. انا مش حلوه زي نجلاء، ولا رقيقه زي سمر، ولا لونه وجذابه زي مروه، ولا فيا انوثه زي كاميليا. انا بقى لما كنت في اعدادي كتبت قصيده شعر، قلت اوريها للاستاذ بتاعي، قال لي ما تحاوليش تاني. زعلت قوي. عارفين لما بابا قراها حصل ايه؟ عيط يا حبيبي. والله ساعتها قال لي انه في ناس بتفهم شعر وفي ناس بتحس بالشعر، والمدرس بتاعك ده عديم الاحساس. انبسني ومسك ايديا وبص على صوابعي وقال لي في يوم من الايام هيبقى ليا ديوان شعر كبير قوي، وان كل الناس هتتكلم عني. ساعتها اتمنى اكون عايش عشان أقول لكل الناس إن أنا بنته. لما الدنيا كانت بتضيق بيا كان بياخدني في حضنه. عارفين لما قلت له إني عاوز أشتغل قال لي إيه؟ قال لي إني مش ممانع إنك تشتغلي، بس أوعى شغلك ده عشان فاكرة إني مش هقدر على مصاريفك. وضحك وكأنه بيخبي دموعه، وقال لي أوعى تكوني محتاجة أي حاجة في أي وقت وما تقوليش، وانا عارفه ومتاكده انه مش معايا. كان بيحبني قوي. يوم فرح كاميليا جه قعد جنبي وقال لي ان احنا بالنسبه له بالدنيا دي كلها، وانا مش عايزه احس ان هو ممكن يخسر الدنيا دي.
كان خايف ان احنا ممكن نبعد عنه او نحس ان هو مش قادر يحقق لنا كل حاجه احنا عايزينها. مره قعدت في البيت وقلت له انا مش نازله بره البيت، مش رايحه الجامعه حتى. قال لي ازاي؟ انت ما فيكيش اي حاجه لازم تنزلي. قلت له انا بخاف من الناس، مش عايزه انزل. قال لي لا لازم تنزلي عشان ربنا معاكي، ربنا معاكي، عمره ما حد هيقدر يعمل لك اي حاجه عشان انا بدعي لك. ادعوا له ربنا يرحم. ايه يا ابني؟ عايز مني ايه؟ ارحم امي بقى. هو انا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ بعدين ده انا جاي اعرض عليك الميزانيه. ميزانيه؟ اتفنط؟ عرفت اللي اتقال؟ ارتحت من جواك؟ وانت على طول فاهمني غلط كده لؤي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ انا عايز اقول لك على حاجه. انا اللي عايز اقول لك على حاجه، على فكره وجيه مش سهل ومرقد لك، وخلي بالك بقى خفيف عشان ما تروحش في الرجلين. سلام يا لؤلؤ يا جميل، خد. صدخ قوي الواد ده. مروح بقى. We'll be right back.
يا عم سالم. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مش سامعه لك حس بقالي يومين، قلت اجي اسال عنك يا ستي. كتر خيرك والله. امسك من ايدي، خد. ايه ده بس؟ عامله لك رز بلبن بايديا والله. طب ليه التعب ده بس يعني؟ لا تعب ولا حاجه، تعبك راحه. لو عوزت اي حاجه، اي حاجه تعوزها قول لي على طول يا اخويا. بقول لك ايه، لو عندك هدوم عايزه تتغسل اديها لي انا اغسلها لك. متشكر يا زوري، كتر خيرك. ولو في لو في كمان غيارات يعني داخليه ممكن اغسلها لك برضه. ايه ان شاء الله. متشكر متشكر. بقول لك انا سهرانه، لو عوزت اي حاجه قول لي. حاضر، كتر خيرك. متشكر. سلام يا سي عباس. تصبح على خير. انت من اهل. تصبح على خير. روح اتخمدي. يا نهار اسود يا سيده، انت طالعه للراجل في عز الليل واخدله كمان رز بلبن؟ انت ايه اللي صحكت دلوقتي في نص الليل؟ ايه اللي جابك ورايا؟ القدر، القدر عشان الحق المحظور قبل ما يقع. محظور؟ محظور ايه يا بت؟ ايه اللي محظور؟ تعالى يا احمد، تعالى شوف البت بتعمل ايه. بت ايه؟ مين اللي بت يا بت؟ انت عايزه تفضحينا؟ عايزه تجرسينا؟ الحمد لله انا شفت كل حاجه بعيني، محدش قال لي. انت عارفه يا منى، انت اكتر واحده بحبها في اخواتك والله، انت اجمل واحده فيهم. ها؟ لا انت هتقولي لي برضو. بقول لك ايه، امك دي كانت غاليه عليا، كنا كده سرها معايا وسري معاها كل حاجه. يا عيني وهي بتفرفر وبتموت قالت عايزه اشوف سيده. قالت لي، جات لي في المنام وقالت لي هو سيده في زيها؟ بس قولي لي انت ايه الحكايه من غير لف ودوران كده؟ ها غراميات وكده، قولي لي بس ما تتكسفيش. بس شوفي بقول لك ايه، عندي رز بلبن عسل معمول بلبن حليب ورز درجه اولى يستاهل بقك. تعالي اديك يا ماما. منى تتصل بمين؟ مش تكح. يا كويس. بتصل بيك. ايه خير، في حاجه ولا ايه؟ لا خالص، بس هو انت مش المفروض تستريح؟ لا ما انا بستريح في الشغل، لما بشتغل ببقى كويس. يعني انت كويس؟ انا كويس جدا، بعدين انا كسلت بقيت زي البومبا اهو. ماشي. راح فين؟ هو انت ناسي ان انا موظفه جديده هنا وان انا لازم اثبت نفسي؟ كمان يعني ما احبش الشخص اللي شغالني هنا اي حد يقول له انت جايب ناس نصكم. لا لا، ما دام الموضوع دخل في نصكم اتفضلي يعني نشوف شغلك. يلا. انا كنت عايز اسالك على حاجه، انا عارفه ان الموضوع ما يخصنيش بس كنت حابه ان انا اعرف. خير، اسالي في ايه؟ انا عايز اعرف كل حاجه عن جوازتك الاولانيه، ايه اللي حصل وليه طلقت؟ طيب ممكن قبل ما اجاوبك اسالك انا سؤال؟ لا. ايه الاحراج ده؟ طب خلاص مش سائل. على فكرة أنا مش عايز تتكلم، بلاش. لا بالعكس، ده أنا عايز أتكلم وأتكلم كتير أوي كمان. هما مش بيقولوا لما البني آدم بيفضفض مع حد يعني بيستريح؟ آه، الواحد يعني بيستريح لما بيفضفض مع حد هو قريب منه. طب ما إحنا قريبين من بعض أهو، أنت مخك مكهرب وأنا دمي زفر، عايز أقرب أكتر من كده إيه يعني؟ طيب عن إذنك. تفضلي. عمري ما تخيلت ان ممكن حد يتكلم عن المرض اللي عندي بالشكل ده ويبقى عادي. انا نفسي كنت بتضايق لما بفتكره. الدنيا دي بسيطة قوي لما الواحد بياخد الامور بشكل عادي وبسيط، ولما تبقى الناس كمان فاهمه. أنا ليه كنت معقدة نفسي؟ إيه يعني مريضة؟ طب ما كل الناس مريضة. وحشتيني يا حياتي يا روحي، ما أنت عارف أنا لسه متجوز. طب اسمعي، هشوفك أنت. لا النهاردة. سامح خليكي معايا، أوعي تقفلي. ها أوعي تقفلي. سامح يا روح عندي. صباح الفل. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ لا ما انا ما بحبش النوم الكتير. ها بتعب لما بنام كتير. ما حتى كنت مستغربه نفسي قوي اليومين اللي فاتوا دول.
عامله كاني واخده حاجه. معلش يا حبيبتي انت جسمك تعبان طول عمرك بتشتغلي، لازم تريحي شويه يا حبيبتي. امال انت كنت بتتكلم مين في التليفون؟ ابدا، ده واحد صاحبي كان بيبارك لي على الجواز. شكل اصحابك بيحبوك قوي، ما قدروش يستغنوا عنك خالص. طيب اوكي، هتعوز مني حاجه؟ ايه خارجه برضه؟ انت عارفني الا الشغل. طب وانا اروح؟ لا انت كلم صاحبك اللي كان معاك على التليفون، قول له يجي يقعد معاك هنا احسن ما تتكلموا في التليفون. او روح الشركه بقى، ما انت نسيت الشركه. ما انت عارفه انا لما باخد اجازه باخدها بجد، مش نص نص زيك. ماشي يا روح، يلا باي باي. باي يا حبيبتي، خلي بالك على نفسك. وانت كمان. ايوه حياتي، كنا بنقول ايه؟ بقول لك النهارده بطلي غلاسه. طبعا مش هقدر استنى اكتر من كده. تمام اتفقنا، يلا. بجد وحشتيني يا كاميليا. ماشي يا حبيبتي، اديني العنوان. انا بجد من زمان كان نفسي اشوفك قاعده على مكتب. لا هاجي طبعا. لا هاجي يا حبيبتي، هاجي. طب لا هاي والله، يلا باي باي. انت بتكلمي مين؟ دي واحده صاحبتي. بقول لك ايه، من النهارده كلمه واحده ملهاش تاني، البت اللي اسمها منى لو جت الشركه تطرديها، سامعه؟ مش هقدر يا ماما. لا هتقدري، احنا مالناش دعوه بولاد سميه، احنا مش فاتحينها تكيه. انا نفسي اسالك سؤال واحد بس، بتكرهيهم قوي كده ليه؟ اللي اقوله يسمع وبس. ماما لو طنط سمية الله يرحمها كانت وحشه معاكي او حتى كانت شريره قوي، فهم ما لهمش اي ذنب. انا عشت معاهم عمري كله وعارفاهم كويس قوي. بقول لك ايه، الكلام ده انتهينا منه، اللي اقوله يتنفذ وخلاص. قولي لي بقى، انت عامله ايه مع مروان؟ يعني ايه عامله ايه مع مروان؟ يعني عامل معاكي ايه؟ انا شايفاه بيتكلم معاكي الايام دي وقريبين من بعض. على فكرة الولد ده هايل، أنا بحبه وأنت كمان لازم تحبيه. لازم أحبه؟ أيوه. على فكرة أنا مش عايزة أسمع منك ولا كلمة دلوقتي، أنت هتعرفي قيمة كلامي بعدين. ماشي يا ميرا؟ بقول لك إيه يا ميرا؟ ما تروحيش البيت اللي كنت بتكلميها في التليفون دلوقتي، أنا عارفة إنها واحدة من ولاد سمية، هيجيبوكي ورا. طب ممكن تكلمي بس الأنسة ميرا؟ مش هقدر، زي ما بقولك كده ممنوع التعامل معاكي. ممنوع التعامل معايا أنا بالذات؟ بصراحة آه، بس أنا ما كنتش عايزة أقولك. طيب ألو أستاذ مروان، أنا منى، أنا هنا في الشركة من الصبح، بس الأنسة اللي هنا بتقولي إني ممنوع التعامل معايا أنا بالذات. طيب طيب أنا في انتظار حضرتك. لو سمحتي ما تعمليش مشكلة، أنا بنفذ أوامر، وقعدتك دي هتعمل مشكلة. ممكن بقى حضرتك تستنيه في أي حتة تانية؟ طب إيه رأيك بقى إن أنا قاعدة هنا؟ ها ازيك يا حنان؟ ايه الشياكه دي كلها؟ انا طول عمري شيك، عايزه ايه؟ لا بس النهارده بزياده شويه، في ايه؟ ناويه على ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هي حاجه من الاثنين مالهمش نيت، صح؟ اللي هي ايه بقى؟ يا الست تفضل تدور حوالين الراجل وتجري وراه وتروح هنا وهنا عشان توصل له، يا اما اولف وراه زي الدبور، صح؟ مش فاهمه. انت معايا ولا عليا الاول؟ جرى يا مروه انت صاحبتي. يا ستي ردي عليا، انت معايا ولا عليا؟ معاكي طبعا. طب قولي لي لؤي قال لك ايه بالظبط وناوي على ايه؟ طب وانا هستفيد ايه؟ هنتفق. برضه مش فاهم. بص يا ستي، انا وانتي من مصلحتنا ان احنا يكون الشركه دي في جيبنا، صح؟ خلاص انت عليكي لؤي وسيبي لي انا مدحت. طب وجيه؟ ماله وجيه؟
هنا من الصبح قال ايه جاي يزور صاحبه حبيبه مدحت. هنا من الصبح؟ خلي بالك مدحت مش طايقه، مش طايق زيارته، بس سايبه هنا لحد ما انتي ما تيجي عشان يعرف هتعملي ايه. بصي يا ديني، قلت لك عاوز تعرفي ان انا صاحبتك ومعاكي، بس سيبك بقى عشان ورايا الشغل. مساء الخير، ازيك يا استاذ وجيه؟ اهلا بيك يا نسا مروه. عايز اقول لك ان انا اتبسطت جدا بلقائي معاكي امبارح، وميرسي ان انت وافقتي على الدعوه. انا ما اقدرش ارفض دعوه حضرتك، يعني حضرتك شخصيه معروفه ومشهوره والناس كلها بتحبك. وعلى فكره انت لما كنتش دعيتني كنت هطلب من الاستاذ مدحت ان هو يخلينا نتقابل تاني. مروه. نعم. اخبار الايفنت الجديد ايه؟ كويس، كله تمام. انا كنت جايه كمان اتناقش معاك في شويه اقتراحات. بالمناسبه انا عندي ندوه في الجريده، يعني لو حابه تشرفيني يا ريت، ولا استاذن لك من مدحت؟ لا يشرفنا، انا احضر طبعا. بس هو انت بتدعوني لوحدي ولا استاذ مدحت معايا؟ اكيد حاجه زي دي ما تفوتكش. والله لو مدحت يجي، بس ما اعتقدش ان هو بيبقى فاضي. والله رغم اني ماليش في الهبل ده، لكن انا عشان خاطر مروه ما عنديش اي مانع. ايتن، صباح الخير. انا قلت كم مره محدش يجي يقعد هنا؟ قلت كم مره اللي عايز حاجه ياخدها من اي منفذ بيا؟ اتفضلي انت امشي، انت مرفوضه. والله يا فندم انا قلت لها، بس هي اللي قلت ايه وزفت ايه؟ هو الكلام اللي انا بقوله ما بيتسمعش؟ صباح الخير يا هنا. صباح الخير يا استاذ مروان. خدي اللي انت عايزاه. مروان، عايز اتكلم معاك. معلش مش فاضي. لا معلش، انا عايز اتكلم معاك على انفراد عشان ما يبقاش شكلك وحش، بس طالما عايزني اتكلم اوكي. انت هنا مجرد خيال مآتة وبس، مالكش علاقة بأي حاجة، ولو مش عاجبك سيب الشركة. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت نسيتي نفسك يا بنت؟ الشركة دي بتاعتي، انت هنا ضيفة وخلاص. وانا بقول لك كلام بقى من الاخر، وبرضه عشان الكل يبقى عنده خبر، يا جماعة اي قرار من استاذ مروان يعتبر لم يكن، اوكي؟ والبنت دي بقى بالذات مالهاش شغل عندنا. اولا انا ما اسميش بنت، انا اختك، بس احب اقول لك قدام الناس دي كلها من دلوقتي، انا ما يشرفنيش اني اعرفك، ولا يبقى حتى في بيني وبينك صله دم. ولو على البضاعه خديها بليها اشربي ميتها، ما تلزمنيش، انا مش هموت لو ما اشتغلتش فيها. انت الخسرانه، وهيجي اليوم اللي تطلبي فيه اني اشتغل معاكي، ساعتها مش هعمل زيك، هقول عليكي غلبانه واللي فات مات. منى استني بس، خدي تعالي. على فكره بقى انت بني ادمه سافله. لا 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 صدقني بقى، السفاله اللي انت بتتكلم عليها دي انت لسه ما شفتش منها اي حاجه. لا والله. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ خليكي في حالك انت راخره. ايه ده؟ استني هنا مروان. استني خالص مروان، ثواني بس من فضلك. مش عايز اتكلم دلوقتي لو سمحت يا مينا. وايه مش عايز اتكلم دلوقتي؟ مروان ثانيه واحده لو سمحت. مينا سيبيني في حالي دلوقتي، هكلمك بعدين دلوقتي مش قادر. ايه اللي حصل طيب؟ صباح الخير. كلميني على التألق والجمال والحلاوه. انت مش واخد بالك انك مركز معايا شويتين؟ لا انا واخد بالي، المهم انت تاخدي بالي. انا واخده بالي. ده وحش يعني؟ لا صح، حلو. ساعات بيبقى واحد محتاج يسمع كلام حلو. طب ده انا عندي كلام كتير قوي ممكن اقوله. صباح الخير. صباح النور. كمان ايه يا عم؟ في ايه يا بنت الحلاوه اللي انت فيها دي؟ واضح انك مبسوطه قوي انك هتشتغلي معانا في الشركه. جدا. من امبارح مش عارفه انام، مش عارفه هعمل ايه ولا ايه. لا انت ما تعمليش اي حاجه، انت تيجي هنا عشان تدي امر وبس. تعالي تعالي تعالي. اوامر ايه؟ تعالي تعالي الكل. امر ده ايه؟ انا عايزه اثبت لكل اللي في الشركه ان انا موظفه رقم واحد فيها. انت بالشكل ده يا كاميليا مش هتبقي رقم واحد، لا ده انت هتبقي البريمو. ايه رايكم بقى في المفاجاه دي؟
انا قلت اجي ابارك وهني على الشركه وعلى الشغل الجديد. مبروك يا كاميليا. صباح الخير. ايه النيو لوك الحلو ده؟ ايه ده؟ ازيك يا فريال. ايه يا جماعه، انتوا مش هتشربوني حاجه ولا ايه؟ بقى انا اجي ابارك لاولاد حتتي واولاد حتتي يبخلوا عليا بحاجه ساقعه؟ لا يا حبيبتي، ازاي؟ ده انا عندي ساقع وسخن وعصيت. تعالي. معلش، اصل انا عايزه احمد في كلمتين. والله حياتك. طب يا احمد بقى، بنت حتتك وحارتنا اوعى ترجعها مكسوره النفس. انا بحذرك. ايه اللي جابك هنا؟ عايزه اشتغل. تشتغلي فين؟ هنا. ليه؟ فاتحه سوي انا ولا ايه؟ يا سلام، وش معنى كاميليا يعني؟ كاميليا وعندها مؤهل عالي وكمان معاها لغات. وانا بعرف كل اللغات. اتعلمتيها فين دي بقى ان شاء الله اللغات دي؟ ماشي يا فريال، بعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. مفيش بعدين، دلوقتي. وانا ما عنديش شغل ليك يا فريال. يا سلام، ليه ان شاء الله؟ وانا ايه بقى اللي ناقصني عشان ابقى سكرتيرتك الخاصه؟ وانا مش محتاج سكرتيره خاصه. ادخل. احمد، ايه ده؟ فريال، منوره الدنيا. كويس انك جيت يا متولي. على فكره انا كنت لسه بشتكيك لاحمد وزعلانه منك جدا. بتشتكيني انا؟ اه. ليه؟ بقى احمد يقول لك فريال تيجي تشتغل معانا وانت تقول له لا. ايه ده؟ انا قلت كده يا احمد ولا ايه ده؟ اه، هو لسه قايل لي كده. على فكره انا شاطره وبفهم بسرعه. يا حبيبتي تنوري الشركه. شفت يا احمد، انا قلت لك متولي عمره ما هيرفض. وارفض ليه اساسا؟ وبعدين انا مين هنا عشان اقول اه او لا؟ ادي الكبير قاعد اهو، هو اللي في ايده القرار وهو صاحب الشركه. آه لا، ما انا قلت له ان لازم يعني ناخد رايك يا متولي. خلاص يا احمد، انا موافق. يلا. منى؟ مروه فين يا حنان؟ خير؟ في حاجه؟ في حد حصل له حاجه؟ عايزاها في حاجه مهمه قوي. اتفضل يا استاذ وجيه. يا مروه، استاذ وجيه صح؟ ايوه فندم. عايزه اقول بقى حضرتك ان انا اتفرجت على الحلقه الاسبوع اللي فات اللي انتوا كنتوا بتتكلموا فيها عن التامين الصحي. الحلقه دي حضرتك مالهاش اي علاقه بالواقع. اه، محدش بيتعالج على التامين. وبعدين عايزه اقول لحضرتك الناس بتموت وانتوا بتضحكوا عليهم. استاذ وجيه انا اسفه جدا. أنا هكلم حضرتك علشان نحدد ميعاد عشان نتقابل. مفيش مشكلة. أنا متأسف. مفيش مشكلة. أخيك. أنت عملت إيه؟ يا شيخة أحرجتني مع الراجل يا شيخة، حرام عليكي. ليه يعني أحرجتك؟ أنا بقول رأيي بصراحة. فيها إيه دي يعني؟ عايزة إيه؟ عايزاكي في حاجة مهمة أوي. خير؟ عايزة آخد شغل من عندك. نعم. إيه؟ عايزة آخد شغل من عندك. وأنتوا في شركة ملابس وبتوزعوا في السوق، عايزة أبقى عميلة عندك. وإيه اللي طلعها في دماغك دي؟ الصراحة بقى حصل موقف صعب قوي مع اللي اسمها ايتم دي، وانا عايزة بقى افهمها ان الدنيا مش هتقف عليها. عملت لك ايه؟ طلبتي منها شغل وما وافقتش صح؟ طردتني. نعم. البت دي غلاوية، انا مش عارفة طالعة فيها ليه كده. دي وحشة قوي، وحشة بجد يا مروة. انا كمان عملت معايا كام موقف مش تمام. انت قابلتيها؟ ايوه، وكانت قمة قلة الذوق. طب ها، قلتي ايه؟ هتعملي لي ايه؟ ها يا مروة. قومي يا منى معايا، قومي نشوف اخرتها ايه مع وياك يا ولاد عبد العزيز. حبيبه قلبي، ما انت عارفه، ما انت عارفه مدحت بيبي يحبك موت. هو في على الحجر غيرك؟ استاذ لؤي. مروه حبيبه قلبي، خير؟ منى اختي. الله 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 الله، ده العيله كلها حلوه يا جماعه، ولا انا ايه؟ ولا انا مش واخد بالي؟ طب لو سمحت، انا كنت بس جايه عشان اقول لك ان منى عايزه تاخد شغل. اه، عايزه تاخد شغل للمحل بتاعها يعني؟ لا انا ما عنديش محل. امال ايه حضرتك؟ انا هوزع. اه، شركه توزيع يعني؟ لا. ايه اللوم اللي انت فيه ده يا لؤي؟ انت عارف بالظبط هي عايزه ايه وهتودي حاجتها فين؟ مرموره، انت عارفه ان هنا في سيستم وانا ما اقدرش اخرج بره السيستم ده خالص. اللي هو ايه؟ يعني تدفع ربع قيمه البضاعه قبل ما تستلمها، ومفيش مرتجع. البضاعة بكام؟ يعني احنا ما بنطلعش اقل من 100,000 جنيه، بس طبعا عشان خاطر القمر ده هنخليهم 50، مفيش مشكلة. طب واستلم البضاعة امتى؟ تدفعي تستلمي وقتي. ماشي، والخصم؟
طبعا عشان خاطر المرمور حبيب قلبنا هنعمل لك خصم اكبر من اي حته في الدنيا. ماشي. ايه يا مرمور؟ مع الف سلامه، مع الف سلامه حبيبه قلبي. اللي بتعمليه ده هو الضغط. انا خلاص خلاص مبقتش مستحمل الحياه معاكي. ولا ايه؟ ما خلاص طلعني واخلص. يا سلام. اوكي انت طالع يا هاني. ممكن تروح وراها كده وتقول لها كلمتين كويسين، هي هتبقى كويسه والله وهتتفهم انك كنت عصبي. سمر انا اسف ان ده حصل في وجودك. انا اللي اسفه والله. انت وراكي حاجه؟ لا ولا حاجه، اصلا المدام كلمتني وطلبت مني ان اجي اتكلم على مر في موضوع. انا متضايق وعايز اخرج شويه، ممكن تبقي معايا؟